خلونا نرحب بالمتسابق. منو يا جماعه؟ منو معانا؟ حسين بدوي. حسين بدوي من وين؟ من الشجره. حباب حسين بدوي من الشجره، ازيك؟ هاي لكن الحمد لله كراك حاره، لكن قطعت الكهرباء. الكهرباء قطعت؟ لا حول ولا قوه. الكهرباء قطعت. لا الكهرباء قطعت، كيف الكلام ده؟ بنساعدك يا زلمه. والله كراك صعبه شديده. ايوه لا لا ياسين، نحن بلاغ من هنا اللي اصل كهرباء ناس الشجره يجيبوا لهم كهربتهم. جدا انت بالكهرباء ولا فيون؟ والله الكهرباء جات تخطب. سبحان الله يا سبحان الله عليك رجيم. الله خطير لكن أيوة. لكن ان شاء الله ربنا يعوضك بالقطعه دي الاف. قول امين. اللهم امين اللهم امين. حسين راجل جميل ومميز جدا، حيلعب معنا صفرقد على الشاشه. يلا يا حسين. جدا عندنا الارقام موجوده، اختار لنا من البدايه وانا بساعدك. خلاص كويس. خمسه. حسين خمسه. حسين خمسه. يتخيل خيال يا حسين، الكمبيوتر اختار واحد، عندك سكه فاتحه. كهرباء جات؟ طيب سته اهي. شايف الشاشه؟ سته حسين سته. كهرباء جات الحمد لله، بشوف البلاغ سريع كيف. حسين من الشجره. طيب الكمبيوتر اختار سبعه يا حسين، عندك حته اربعه. يا سلام يا سلام يا حسين يا حسين. حسين على طول الكهرباء جات وصفرج من جول التيت بالطريق العديل. يا سلام يا حسين. يا قال شنو يا حسين؟ العين بحسين يا. يلا يا حسني انا. ايوه اختار رقم 11. سؤال يا حسين، سؤال لحسين من الشجره اللي صفرج معانا من جول التيت بشكل مميز. في انتظار السؤال اللي حيجي لحسين، السؤال جان. ما هو الفريق الذي توج ببطولة الدوري الممتاز في الموسم الماضي؟ السؤال ده مر علينا قبل كده. المريخ. المريخ دور. يا سلام يا سلام يا سلام يا حسين. حسين مريخابي ولا هلالابي؟ لا 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 هلالابي. تحية للهلال وتحية للمريخ، ما في كلام. روحك رياضية. قال لي بالراحة المريخ. وشلنا الكاس. طيب نرجع يا حسين. ايوه ايوه انت اختار رقمك يابا. 15. حسين صوت، نسمع الصوت يا حسين، نديك عنه معلومات او تعرفه من قول التيت زي ما عرفته خالته فاطمه قبيل، قالت عثمان الشفيع وطن الجدود. نفديك بالارواح نجود. الصوت جاهز. يا سلام. الله يلفها عن مرتين مفضل. أنا فاكرك معاي معاي وانت مع المظاهر معاك وفايا وظلمك ليا ظاهر. شكرا. أيوة. حسين ابنه محمد احمد عوض. الله عليك يا سلام يا اخي. يا سلام يا حسين يا سلام يا حسين. جاك صوت مميز وانت ذاتك زول مميز. كسبت معانا 2000 مش يا جماعه حسين؟ 2000 حسين. 2000 يا حسين. العين بحسين. يلا يا حسين. حسين اختار يابا. 19. حسين 19. سؤال يا ابو الحسن. ايوه يلا يا ابو الحسن مشي امورك ليله تمام. محمد احمد عوض فنان جميل يا اخي. طيب من هو مخترع البث التلفزيوني؟ البث التلفزيوني اللي اخترعه منو؟ زول ممتاز خلاص. ظريف ظرافه. نعيد يا حسين بعد ده. واحد جوتن بيتش. جون لوجي. منو؟ جون منو؟ لوجي. جون منو؟ جون صح. جون لوجي. ها؟ أكلتها سريع كيف؟ ها؟ ما تعمل فيها مفتح، ادينا الاسم عديل ما تاكل لنا الريت دري شنو ده دقداق ده. جون لوجي بيت. جون منو؟ جون بيرج. يا سلام يا حسين. حسين يا لعاب. حسين الهلالاوي اللعاب. يا أكلتنا بالحنك السرير ومشيت بينا بالهواء. ها؟ بالأكثر المضلع وبقيت مارق. عادي ما يتوضوا منه. شلت 3000 اقوم ركته. يلا يا ابو الحسن. الله يعافيك يا ابو. الله يبارك فيك. طيب حسين مميز
يا حسين جون بيردي دي عرفتها كيف؟ ها؟ عرفتها كيف يابا؟ هل وراك الأمنو؟ لا لا عرفتها. عرفتها براك؟ عرفتها براك؟ أيوة. أصبر أنت حسين نعمل الهاجي. أها يلا يا حسين. جيب واحد. نزيد واحد؟ أيوة. واحد. 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 سؤال. سؤال يا حسين. سؤال وخاسين على 4000، قول يا رب. يقدر إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال على الشاشة بقول: دون طه حسين سيرته الذاتية في كتاب بعنوان شنو؟ عنده كتاب شهير. الأيام. قول يا حسين! يا حسين! حسين! تمام يا حسين! تمام يا حسين! حسين! 4000، الله عليك يا حسين يا. الله عليك يا حسين يا ممتاز! يلا يا حسين اختار رقم ثاني. ماشي معاك باسطة. إن شاء الله هدية. 13. كم؟ 13. 18. 13. 13. 13. 13 بالثلاثة. 13. صورة يا حسين. بقى دي صورة. حنديك الصورة يا حسين. يا تعريفها من قول التيت. يا نحن نديك عنها معلومات. نسهل المسافات ونقربها. يا إما تقول الصورة جاهزة. يا سلام. هي فنانة تشكيلية سودانية مشهورة. وكمان يعني مدرستها تسمى المدرسة الكريستالية. مرة من المرات هي تم يعني تكريمها في الوقت القريب يعني في لندن، و يعني منحت وسام وأقامت معرض في مدينة الضباب، مدينة الضباب أو عاصمة الضباب لندن. أيوة معروفة. طيب واحد يا حسين، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة يا بشار. معلش يا حسين طلعت من المسابقة. هي الفنانة التشكيلية كمالة إسحاق. كمالة إسحاق، تحية لكمالة إسحاق ولكل السودانيين والسودانيات اللي عندهم امتيازات كبيرة جدا في انه يرفعوا اسم السودان عاليا بفنهم بثقافتهم بتشكيلهم. حنرجع من مدينة الضباب.